السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، والبدء بأهم العناوين. فخامة الرئيس سياسة فورقي يبرق مهنئاً ولي العهد السعودي. وفد إريتريا على المستوى يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة. العمل لتأمين الخدمات النشطة والسريعة في الإقليم الأوسط. مقتل 11 جنديا وفقدان 50 مدنيا في هجوم على قافلة ببوركينا فاسو. موسكو تعلن فوز المؤيدين للانضمام إلى روسيا، وكييف تصف الاستفتاءات بالصورية. فيتنام تحث المواطنين على البقاء في حالة تأهب مع وصول العاصفة نورا. من العناوين إلى التفاصيل، بعث فخامة الرئيس سياسة فورغي اليوم 28 من سبتمبر ببرقية التهنئة إلى ولي العهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتعيينه رئيس مجلس الوزراء. وقال فخامته في تهنئته: أصالة عن نفسي والنيابة عن الحكومة والشعب الإريتري يسرني أن أتقدم لسموكم بالتهاني القلبية الحارة بمناسبة تعيينكم رئيسا لمجلس الوزراء، ونحن إذ نعبر عن تمنياتنا لسموكم بالسداد والتوفيق في المهام الجسيمة التي أوليت لكم. نتطلع إلى تطوير العلاقات الأخوية الطيبة بين بلدينا وتعزيز لما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين. التقى وفد إريتريا على المستوى برئاسة معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في 27 من سبتمبر على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة 77 في نيويورك. التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك. وفرت المعلومات الواردة من مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة بأن الوفد الإريتري على المستوى التقى بنائب الأمين العام للأمم المتحدة أمين محمد، وكذلك مساعدة الأمين العام في أفريقيا مارتا بوي. صرحت مسؤولة متابعة فرع المديريات والمجلس في إدارة الإقليم الأوسط السيدة الماز أبرها عن تسيير أعمال جادة لتأمين خدمات النشطة والسريعة من جهة، ولتصحيح القصور والنواقص من جهة ثانية. وذكرت السيدة الماز في اللقاء الذي أجرته مع وكالة الأنباء الإريترية إيرانان إدارات المديريات تمتاز بعناصر وهياكل مهمة تخدم كجسر بين الشعب والحكومة، وتلعب دورا كبيرا في نقل التعليمات الحكومية إلى إدارات الضواحي وعبرها إلى المواطنين، وكذا رفع استفسارات ومطالب المواطنين إلى الجهات المعنية. وأشارت السيدة الماز إلى أن كافة فروع الوزارات تعمل بالتنسيق مع إدارات المديريات لتنفيذ برامجها، موضحة أن أهمية منح اهتمام أكبر لهذا الشأن لما يلعبه من دور بارز لفعالية تلك البرامج المرتكزة على جدية الإدارات والمحاور الأخرى. ونوهت إلى أن مدراء المديريات يجب عليهم الرد على استفسارات المواطنين بموجب التعليمات المتوفرة لديهم فيما يحق لكافة المواطنين استخدام استفساراتهم ومطالبهم إلى الجهات المعنية وإيجاد إجابات مناسبة لها. في الختام قالت السيدة الماز إن مدراء المديريات لهم دور كبير في تنفيذ البرامج الحكومية بفعالية، مؤكدة وقوف إدارة الإقليم إلى جانبه بهم إلى تنفيذ هذه المهام وتحمل المسؤولية الكبيرة بكفاءة. يبطن الإقليم الأوسط في 83 إدارة ضاحية و16 مديرية أكثر من 600 ألف نسمة. تم اليوم 28 من سبتمبر حيال اليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب في قاعة جمعية المهنيين الزراعيين في العاصمة أسمرة بحضور كبار مسؤولي وزارة الزراعة وممثلي وزارة الصحة في الأقاليم وكلية حمل المال الزراعية ومنظمة القضاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة. ويتم حياء هذه المناسبة للمرة 16 على المستوى العالمي والخامسة على المستوى البلاد تحت شعار
الصحة المنسقة للقضاء على الوفيات البشرية والحيوانية. وذكر المدير العام لقسم الصحة الحيوانية والمحاصيل الدكتور يونس ولدو بأن الهدف من الاحتفال بهذا اليوم هو نشر الوعي حول هذا المرض المعدي الأكثر فتكا في العالم. وأوضح الدكتور يونس بأن المرض يتسبب في وفاة حوالي 59,000 شخص عبر العالم سنويا، ويجب تطعيم الحيوانات المتسببة في الإصابة بهذا المرض، مشيرا إلى إجراء جهود حسيسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشعبية المعنية لسيطرة التامة على هذا المرض الذي بلغ مستوى غير مقلق في البلاد نتيجة التطعيم الجاري بتنظيم جيد. وأوضح الدكتور يناس أن داء الكلاب مرض قاتل، لكن التطعيم المنتظم والمستمر للكلاب يساهم في القضاء على المرض، مناشدا لبحث آليات حول حلول لا تساعد في التخلص من الكلاب بالتفاهم مع الجهات المعنية. وقال المدير العام لقسم الزراعة الإرشادية بوزارة الزراعة سيد سمر أملوسوم أنه يتطلب تنظيم لقاءات جادة ومستمرة ووضع برنامج منسقة مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الصحة للقضاء على داء الكلاب في وقت وجيز. وتشير التقارير إلى أن 99% من أسباب الإصابة بمرض داء الكلاب تنجم عن عض الكلاب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت حكومة بوركينا فاسو العثور على جثث 11 جنديا واعتبار نحو 50 مدنيا في إعداد المفقودين في هجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة على قافلة تضم 150 مركبة تنقل الإمدادات إلى منطقة في شمال البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة أن قافلة تمويل متجهة إلى مدينة جيبا تعرضت لهجوم جبان وهمجي. الحصيلة المؤقتة هي 11 عسكريين عسر على جثثهم و28 جريحا. وأضاف أن نحو 50 مدنيا هم أيضا في إعداد المفقودين وعملية البحث عنهم تتواصل، لكن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع أكثر بكثير، إذا أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية بأن عدد الضحايا قد يناهي 60 ضحية. ووقع الهجوم في بلة جاسكينيدي في صوم، وهي منطقة صعد فيها متشددون مرتبطون تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية هجوماتهم، واستولى على الأراضي منذ عام 2015. قالت اللجنة الانتخابية الروسية أن نتائج الاستفتاءات لضم 4 مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا كليا أو جزئيا أصرت تصويت غالبية المشاركين بنعم، وذلك بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا، بينما تخطط الولايات المتحدة لإصدار قرار بالأمم المتحدة يدين العملية باعتبارها صورية وسط تجديد موسكو تهديداتها باستخدام السلاح النووي للدفاع عن هذه الأراضي. وأجريت عمليات التصويت على مدار 5 أيام في 4 مناطق هي دونتسيك ولوغانسك في الشرق وزاباروجيا وخراسون في الجنوب، والتي تشكل معا نحو 15% من الأراضي الأوكرانية. وتراوحت نتائج التصويت في المناطق الأربعة بعد فرز جميع الأصوات ما بين 87% و 99.2% لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك حسب ما أعلن مسؤولون عينتهم موسكو. وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن المجلس قد يبحث ضم تلك المناطق في 4 أكتوبر. قالت الحكومة الفيتنامية أنها خفضت تصنيف إعصار نور إلى عاصفة استوائية، لكنها حثت المواطنين على البقاء في حالة تأهب بسبب مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار القزيرة. وقالت وكالة الإرصاد الجوية في فيتنام أن العاصفة وصلت إلى اليابسة وضربت مقاطعة كوانغنام وتصاحبها الرياح بلغت سرعتها 117 كيلومترا في الساعة. من جانبها أفادت وسائل إعلام رسمية بأن وزارة الدفاع حشرت نحو 40,000 جندي و 200,000 من الأفراد المزودين بمركبات مدرعة وقوارب استعدادا لعمليات الإنقاذ والإغاثة. يشار إلى أن الإعصار نور قد تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي في مقاطعتين كاملتين بالفلبين
وأجبر المسؤولين على تعليق الدراسة والعمل بالمؤسسات الحكومية في العاصمة ومحيطها. يباشر رجال الإنقاذ عملية البحث عن الضحايا الذين سقطوا في حفرة عملاقة في طريق سريع في غواتيمالا. وتسببت الأمطار القذرة في انهيار نظام الصرف الصحي مما أدى إلى حدوث ثقب كبير في الطريق، وأصيب 14 أشخاص كانوا يستغلون سيارة على الطريق، بينما لا يزال 2 في أعداد المفقودين. عناوين الأخبار مجددا. فخامة الرئيس السياسي يبرق مهنيا ولي العهد السعودي. وفد إريتريا عالي المستوى يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة. العمل لتأمين الخدمات النشطة والسريعة في الإقليم الأوسط. مقتل 11 جنديا وفقدان 50 مدنيا في هجوم على قافلة ببوركينا فاسو. موسكو تعلن فوز المؤيدين للانضمام إلى روسيا، وكييف تصف الاستفتاءات بالصورية. فيتنام تحث المواطنين على البقاء في حالة تأهب مع وصول العاصفة النور. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.